كي نقول لكم راني مشيت لاخطر دوله في العالم، واش غادي يجي في بالكم؟ اول حاجه يجي في بالكم البرازيل، كولومبيا، المكسيك. ولكن واش انا قلت لكم بلي اخطر دوله في العالم بالنسبه للمغاربه، اخطر دوله في العالم بالنسبه للمغاربه هي الجزائر، واللي هي فيها حنايا هذا النهار كنصوروا هذا الفيديو. اخطر دوله في العالم بالنسبه للمغاربه، هذا الشيء كامل اللي سمعناه جاي نتاكدوا منه. واش فريب اللي الجزائر اخطر دوله في العالم بالنسبه للمغاربه؟ هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه في هذه الفيديوهات. حنا دروك في العاصمه الجزائريه، وفي هذا الفيديو باش نكتشفوا هذا الشيء واش حقيقه ولا غير كذوب، مشينا لقلب العاصمه الجزائريه واللي هي ساحه الشهداء. تفرجوا في الفيديو حتى الاخير. دروك رانا نتسناو في البيس باش يدينا ساحه الشهداء. كنسولو على البيس اللي كيدي لساحة الشهداء، ماشي لساحة الشهداء باش تشوفو العاصمة، نمشيو للقلب نتاع العاصمة الجزائرية. يا شباب يلاه كندو البيس من هنايا. قربنا شوية من ساحة الشهداء اللي هي كاين كاع الاعلام تاع الوطن العربي. غادي نشوفوا المغرب واش كاين تما ولا لا. هنايا كاين المحطه نتاع الطيران، هنايا فين غيدوروا ان شاء الله الجزائر كامله. ومشيت للمدن بزاف بصح ما كانش عندي امكانيه باش نصور. دوكا غادي نروحوا غادي نشوفوا الرايه نتاع المغرب وسط العاصمه الجزائر. من جهه المحطه نتاع الطيران نتاع العاصمه تما كاين كاع الرايه تاع الوطن العربي، هذه اللي بغيت نشوف. هادي ما عرفتش واش هي. هادي هي قلب العاصمة، هذا هو السنتر ديال العاصمة الجزائرية. الإعلامات تاع الوطن العربي رانا وصلنا لهم، مازال ما بانليش الإعلام تاع المغرب ولا كاين شي. هذا هما الإعلامات تاع الوطن العربي كاملين، والمغرب هو كليها. خوتي حاجة ما كتيقش، الإعلام تاع المغرب كاين في الجزائر. هو غادي نديرو تحتو غادي نشوفو، انا غادي نتصورو تحتو غادي نشوفو. الوطن العربي كامل كاين، المغرب ها هو مورايا. ياسين واش بالك في العاصمة؟ هو العاصمة مليحة، العاصمة كيفاش ممتازة الصراحة. خوتي مكنتش عوال ندير هاد الفيديو، ولكن لقيت راسي مدة طويلة وانا هنايا في نيجيريا ومازال ما درت حتى شي فيديو. هادشي علاش قلت ندير فيديو واخا كان ليتي طايح. المهم قبلوا على هذا الموجود الى ان نشريو كاميرا ان شاء الله. عاد هاد المرة رميت لكم الفيديو ديال كازا، هو نفس الحاجة نفس الحاجة، الروينة والواطا خارج لك منا ومنا. من بعد ما درنا في شارع الشهداء درنا شويه في السنتر، غادي نمشيو لواحد المتحف اللي جاي من هنايا اللي واعر بزاف. المهم غادي نمشيو نكتشفوه حنايا. دروك من هنايا داخل واحد الحومه اللي شعبيه في وسط الجزائر، ورانا نتحركوا نصوروا نورمال، يعني الصوره عاديه. داك الاعلام دوك الصوالح اللي كيزيدوا فيه بزاف، كيبقاو المغاربه جزائريين، بالعكس ما كاين والو. ورانا خوت كما راكم تشوفوا حواسين نورمال داخل الحومه الشعبيه، كنتحركوا نورمال. هادو ما عرفتش يمكن فرق رياضيه نتاع هنايا نتاع العاصمه، اتحاد العاصمه اللي اسمها هنايا مصطفى طالب محمد ياسف عمر. هادو يمكن شي حاجه هنايا ولا هادو المجاهدين تاعهم. مازال الى لقينا تفاعل على هاد الفيديوهات غادي نمشيو نسقسيو الناس واش هو الراي ديالكم في المغاربه. هادشي علاش فرقعوا لنا هاد الفيديوهات لايك. ها راه حنا في وسط العاصمه وكاين الزيد المغربي. شوف
شي نهار غادي نخرجوا نسقسيو الجزائريين على الراي ديالهم في المغاربه باش نوريكم بلي الاعلام كيزيد فيه بزاف، ولكن خصنا نبقاو شويه ديال التفاعل على هذا المحتوى. حنا جينا للجزائر هنايا نصوروا فيديوهات ونديروا شي صوالح، المهم لقينا التفاعل غادي نكملوا في الفيديوهات وغادي تشوفوا فيديوهات هبال الكاليتي يقبلوا عليها هذه المره، والمره الجايه ان شاء الله غادي يكون شي كاليتي طالع. مستغانم والعصيمه فيهم الدروج بزاف، وهران ما لقيتش فيها الدروج بزاف، العصيمه والمستغانم الدروج. رانا كنقلبوا على داك المتحف، فيه صوالح نتاع الجزائر اللي واعرين بزاف، نتاع المقاومين اللي كانوا في الاستعمار الفرنسي، كاين بزاف ديال الصوالح التاريخيه على الجزائر. بغينا نمشيو نضربوا شي دوره تما نستكشفوا، نعيشكم معنا التجربه. اخيرا وصلنا للمتحف، المتحف الجزائري. ها هو كما كتشوف. السلام عليكم. مرحبا بكم. ها هما ابطال التاريخ. هنا الجريده الفرنسيه كانت تكتب على الثوار، الجرائد الفرنسيه اللي كانت تكتب على. هذا هو المتحف اللي جينا له. رانا نشوفوا حاجه، هادو المقاومين كاملين تصوروا معايا الجورنالات ديالهم. غادي نوريكم حاجه خفيفه كيشغل هنايا، استكشاف خفيف. هما لي جورنال. هذا شهيد بروك. شفنا المتحف. ايوا غادي نضربوا دوره من هنايا ونشوفوا الدواء كامله من هنايا، نحاول نبارطاجيو معكم ماكسيموم. بغيت نصور لكم هذا المنظر مورايا وصافي. هذا واحد الحي من العهد العثماني، ها هو باقي اثار ديالو ومحافظين عليه في القلب ديال العاصمه. حي من العهد العثماني، شوف دايرين له هاد الكرياج باش يزيدوا يحافظوا عليه باش ما يدخل له حتى واحد. دروك حنايا بغينا نشوفوا واحد البيس باش نمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى. ها هي ساحه الشهداء. المهم هذه هي الجزائر العاصمه. سمحوا لي بزاف لحقاش مازال ما تسطلقتش في الجزائر باش نهضر، لحقاش باقي الصوالح انتيردي بزاف اللي كنديرهم، يعني كاين بزاف صوالح انتيردي ما خصنيش نصورهم. شفنا الفيديو عرفنا بلي الاعلام والناس اللي في الفيسبوك ماشي هما الناس الحقيقيه. من بعد ما عشت هنايا وعرفت بزاف ديال الصوالح، عرفت بلي هاد الصوالح ما كاينينش، وحنا رانا خوت، وبحال الجزائر بحال المغرب ما كاين لا اخطر دوله ولا ناس هيتعداو عليك لحقاش انت مغربي. بالعكس رانا خاوه، وبالعكس كيرحبوا بك لحقاش انت مغربي. باقي بزاف ديال الفيديوهات، سلسله تاع الفيديوهات اللي غادي نكتشفوا فيهم الجزائر كامله ان شاء الله. ما عليك الا تشترك في القناه، تخليه لايك وتسنى الفيديوهات الجايه. يلا تهلاو.